بكم اليوم كنتواجدوا بمنطقة درب ميلا بالدار البيضاء، وقفنا على واحد الحالة اللي هي مأساوية. لقينا واحد السيدة هي أم ثلاثة ديال الأطفال كتعيش في زنقة، وحنا كنعرفوا أننا حنا في هاد الدار، حنا حتى واحد ما خصو يعيش في زنقة، حتى واحد ما بغينا يعيش في زنقة، لكن وحنا وكثر في هاد الظرفية الصعيبة اللي كيتمر منها البلاد، وحنا في حالة طوارئ صحية، يعني الكل خصو يكون في المنازل ديالو، الكل خصو يكون واخد التدابير الاحتياطية ديالو. اليوم ما وقفنا على واحد الحالة اللي هي جد مزرية، كنشوفوا ثلاثة الوليدات في الزنقة، كنشوفوا الأم في الزنقة كتبكي، ما لاقية ما دير وليداتها، ما لاقياش فين تكون، ما لاقياش مع من تكون. السلام عليكم لالا. قبل ما ندير الكاميرا عندك، عافاك البنيته، ممكن الوجه ديالها تدوري لها لديك الجهه، غير بشويه على واخا. السلام عليكم. شنو هي الظروف اللي خلاتك تخرجي للزنقه؟ ممكن تهضري بصوت مرتفع شويه. الدار ديال الوالده الله يرحمها غير ديال الكره، ماشي ديالها في الوراق، غير ديال الكره. عيطت لخالي، ترجيت وبكيت عليه قبل ما تمرض ليا بنتي وتنعس ليا في السبيطار. عيطت ليه طلبته وترجيت، وعندي الاوديوات كلهم ديالو. ما بغاش ما قدرش يواجهني هو، يعطى النمر ديالي لاختي الكبيره وقالت لي هاتي شوفي راه خالك ما قدرش يهضر معاك، راه شوفي راه غادي يجوج خوه وصبغها وقادها، ما يمكنش غادي تدخلي للدار، هي الدار ديال الكره. قلت لها والدار ماماك اللي كانت كارياها الله يرحمها، كانت كارياها امي الله يرحمها، عامين باش ماتت. دابا انتوما كتشوفوني انا راه كنبات في الزنقه ونعسه، ما عندي لما نحط الراس وليدي خايفه عليهم اللي يمشيو مرضوا ليا في هاد المرضعه ونموتوا كاملين. بنتي كتنعس في السبيطار مع الوراق ديالها، التحاليل الوراق، باش كتنعس حدا ميريز بدل دري الصغار بنرشد، كتنعس سيمانه يومين يومين ويا الناس في الانعاش. جا هذيك السخانه الخايبه اللي جاتها غيبت ليا، ماتت وحياه بنتي الله، عندها 10 شهور طالعه في عام، في الاخر ديال الشهر هذا غتكمل عام. هلا ليس ديال الدار عندي، لاكارت ديال هاد الدار عندي، يعني العنوان عندك على هاد الدار. جا عندي المقدم صايب لي هاد الورقه، قال لي اللي يجي وعندك البوليس لا شي حاجه يعرفوك فين ساكنه، طرا لك شي حاجه يعرفوك فين ساكنه. انا ما عنديش فين غادي نمشي، انا كاكاسه مع وليداتي في الزنقه، كل واحد كيجيب لي قوشه كيشريوها ليا كيحطوها ليا، يعني غير الجيران اللي كيرفعوا عليك. بعد المرات حتى هما الله يسلمهم ما عندهمش. هاد الدواء شرا لي واحد السيد الله يجازيه بخير، واحد المحسن هو شرا لي الدواء ديال بنتي ديال هاد المرض هذا. ها الميزه تا هو شراها ليا، هانتوما كتشوفوني انا راني كنلبس في الزنقه ونعس في الزنقه، ما عندي لا راجل ما عندي لا راجل لا حتى شي حاجه، انا مطلقه ثلاثه ديال الوليدات. هانتوما كتشوفوا حالتي كبيره، ما عنديش فين غادي نمشي، ما عنديش فين نحط راسي، انا خايفه من هاد الوباء. وشحال وانت كتنعسي في الزنقه؟ جوج سيمانات دابا، ما خلاني حتى واحد ندخل، وانتوما الرقم ديال المصدر ما عطا، ما بغاوش يعطيوه ليا باش نعيط لي زعما نرجع ونطلبوا زعما يدخلني. ولكن عمو الدار ما كاينش هنايا، ما كاينش، كاين كاين جيت شحال فرح، يعني ما ساكنش في الدار كارياكو. واخا ولحد الساعة باقي روسي ديال الدار بسميت الوالدة ديالك الله يرحمها. الوالدة ديالي أنايا، ولكن ما خلاونيش ندخل، على الأقل بعد خمس شهور غنوقف على رجلي ونشوف شنو غندير لولادي. يعني انت طلبتي تدخلي غير تحيد هاد يحيد هاد الوباء، باش ما يموتوش ليا ولادي. وعارفه بلي راه صعيب عليهم الله يحسن العوان، انت ما عندك جهد، صعيب عليهم انهم كانوا في الزنقه دابا. ما كرهتش ليهم اختي، ما كرهتش ليهم، ما كرهتش ليهم، بغيت نمشي ولكن ما خلاني حتى واحد ندخل، انا دابا كاسه في الزنقه، انتما كتشوفوني. واخا وقلتي البنيته ديالك يلاه خارجه في السبيطار، باقي السيروم ما عنديش مسمح انا بالله غير اللي يديني. ها هو السيروم باقي في يديها، السكانير قالوا لي عندك باش تدري سكانير، قلت لهم لا ما عنديش، قالوا لي صافي غادي تخرجي. عندك الوليد، عندك بابا الوليد، تشوفي شكون اللي غايدير لك السكانير، ما عنديش باش غندير لها السكانير، انا اصلا عايشه في الزنقه ما عرفتش راسي. واخا يعني قبل ما نكمل معاك نقول الرقم ديالك، انت ما حافظاش الرقم ديال السيده اللي بغا يعاونها، لان دابا جوج سيمانات وهي كتعيش في الزنقه. الرقم ديالها 06 07 46 69 74، 06 07 46 69 74. حنا دائما كناجدوا القلوب الرحيمه، ان شاء الله يشوفوا كيف كنقولوا بعين الرحمه فهاد السيده ويعاونوها على الاقل تحيد غير من الزنقه في هاد الظرفيه الصعيبه اللي كيمر منها الجميع.
وخاص الانسان يكون في المنزل ديالو ويكون على الاقل معقم. شوف شوف اخوك عندك ويكون معقم ويكون يعيش في واحد الظروف اللي هي نقيه، لان كاين واحد يعني كورونا، كاين واحد الوباء اللي كينتشر بواحد الطريقه سريعه، اللي كي الناس كيتعادوا منه بواحد الطريقه ربما غير باللمس، غير بحك اليدين، غير بشي حاجه بسيطه، ممكن يكون غير في الحيط يلقى السيد الحيط او بلا الطفل الحيط ويتعادى. فكنتمنى ان الناس يشوفوا بقلوب الرحمه في هذه السيده. شحال في عمرك؟ عندي 31 سنه. عندك ثلاثه الوليدات؟ هما اللي معاك دابا؟ نعم. كيباتوا تما في الزنقه، يعني شنو كتفرشي ليهم؟ شنو انا كنقضي حتى الحلقه وجيت فيني واخا سكتي تسكتي وليدك هكا عيب شويه. هذا كينعس في الكروسه بنتي كنحط هنايا مره في ظهري مره. يعني كتنعسي هكا؟ كتنعسي باركه؟ صافا بابا عندك كنعس باركه. اجلس عطاك مقا كنعس باركه. المهم انا ما كيبغيش، مابقاش شاد ليه في يده عندك يطيح. هذه ما لقيتش بين اليوم، ما لقيتش حتى شي حاجه، حتى شي باب ما نمشيش ليا، باب ما نمشيش ليا. انا كنعيش على الزنقه، رد عاد مره ما كنخلصش، كنعاود عاوتاني ندير فيها الحليب وكنعاود. ما تمرضت ليا بنتي، جا المرض ديال الصرع، جا بالسخانه وبالميكروب، صدرها كله عامر بالميكروب. هو صعيب عليها. ودابا انت داركم، يعني بغيتي ترجعي غير لداركم ضال الوالده ديالك؟ على الاقل ندخل للدار. عندك نوقف ندخل للدار على واخا. جا بابا غطي حاجه. اجي عندي، اجي حدايا، اجي شوف ماما، اجي تشوف واحد الحاجه، اجي شوف هنايا. شتي ها انا. واخا شنو النداء ديالك اليوم؟ ها هي ديالي، كنتمنى من الله المحسنين يشوفوني الناس وتعاونوا معايا على الاقل غنشوفها فين نمشي على هاد الوليدات. انا بغيت ندخل للدريقه وهي غير بنت. تبارك الله فاتت ديال البيوت كبيره، فرق ما كبيره، شفت البيوت ديال درب ميلا كبارين، ولكن ما خلاونيش ندخل. انا دابا عايشه حداها، انا دابا حدا الدار اللي انا اللي كانت فيها امي الله يرحمها. يعني انت كتواجه بنفس الحي كتباتي فيه، داركم فين كبرتي، فين قريتي. واخا كيف تبعتوا معنا مشاهدينا، كنشوفوا هاد السيده دابا قعدت جوج سيمانات وهي كتعيش في الزنقه من بعد ما رفض الخال ديالها انها تدخل، والام ديالها متوفيه، والام ديالها اللي كانت كاريه هاد المنزل فين كبرات هاد البنيته وفين تزوجات، ومن بعد ملي تزوجات مشات مع راجلها وطلقات رجعات عاود لدارهم. واليوم كنشوفوها كاينه في الزنقه، وحنا كنشوفوها الظرفيه صعيبه كنعيشوا فيها، كاين وباء كورونا، خصنا كاملين نكونوا واخدين الاحتياطات ديالنا، كاملين نكونوا في المنازل ديالنا، ما خص حتى واحد فينا يعرض الحياه ديال واحد اخر للخطر. يعني ملي كنخرجوا واحد الانسان للزنقه راه كنعرضوا الحياه ديالو للخطر. كنتمناو من المحسنين انهم يشوفوا بعين الرحمه في هذه السيده وفي هذه الوليدات اللي كنشوفوهم. هما جوج وليدات، والثالثه راه في ظهرها، اللي كيعيشوا في الزنقه، كيباتوا في الزنقه، كياكلوا في الزنقه، وحنا الله يحسن العوان. نتمناو ان شاء الله المحسنين يعاونوا. ونذكر بالرقم ديالها اللي بغى يتصل بها 06 07 46 69 74، 06 07 46 69 74. مرة ثالثة نذكر بالرقم 06 07 46 69 74. ونخليكم دابا مشاهدينا، ونتمنى ان شاء الله نسمعوا اخبار سارة على هاد السيده، ونسمعوا انها لقات ماوى فين تكون فيه. كيف قالت هي؟ قالت بغيت انا غير فين تخشع على الاقل، غير تفوت هاد الجائحه، وان شاء الله انا نشوف كيفاش نكري وليداتي، انا نخدم على وليداتي، بغيت غير فين نكون دابا، لان الزنقه جوج سيمانات كتنعس في الزنقه، راه ماشي سهله وصعيب، صعيب الحال بزاف. مشاهدينا الى اللقاء، ولقاكم في فرصه قادمه باذن الله تعالى.